that is sanity. Ladies and gentlemen, please welcome the Rashid Show. السلام عليكم. لاباس عليكم صحاب التكتونيك؟ صفقوا على التكتونيك. اليوم الجمهور عندي مستيلي الفاشن، تبارك الله عليك. المغرب اليوم بغيت نهضر لكم على الاشاعات. المغرب اول مصدر ديال الاشاعات، اول وحدين كنخرجوا الاشاعات. شحال دابا ممثل دغيا تيقولوا مات، واحد كيقولوا دارك سيده. الحاجه الحمداويه مثلا مسكينه، الحاجه الحمداويه الوحيده اللي ماتت شي اربع مرات. ديك المره مشيت سولت انا، قلت لها الحاجه علاش شكون اللي كيستهدفك، شكون اللي عنده الغرض من هذه القضيه؟ قالت لي مول الحانوت كيصرف القوالب كيبيعهم. وتا انا بيني وبينكم انا ما تزقلتش من الاشاعات. ديك المره مشيت ندير حفل في واحد في عكاشه، والله الا لا مشيت انا ندير حفل في عكاشه عادي. فاش سميت خارج الغد اللي قريت الجورنال، رشيد دخل لدرجة أن واحد الدري صاحبي عيط ليا، بعد عرفتو بغا يتشفى، قال لي ألو رشيد، ولا حبس الرجال أخويا، قال لي خلوك دخل التليفون. واحد الممثل عاوتاني مسكين مشى قال له مات، لغد لي مشى يصرف واحد الشيك، شاف ذاك البنكي قال لي، قال لي ياك متي البارح؟ قال لي ما، قال لي راه باقي عايش، قال لي جيب شهادة الحياة. ولكن الاشاعات الواعرين اكيد تعقلوا عليهم. كان مشي ما تهضر على واحد الفاني ديال جدريان، قال لي كانت الفاني فيها لا دروك. دخلت عليك بالله فاني ديال جدريان فيها لا دروك. ولكن الواعره هي واحد الدري صاحبي ديما كتلقى معاه، واليومات الاخر ولا ديما كيجي الريحه كذبش عليك. قلت لي خويا واحد لايبه البارفان كيتباع كيدار هنا مزيان. قال لي لا راه كيدير الكونسير. قلت لي خويا يدير الكونسير ماشي ديك الريحه راه كدير العمى. حنا دارو لنا اشاعات رشيد شاو نهار جبد الدنيا فاطمه، لغد لي كتبوا رشيد شاو يتسبب في طلاق دنيا فاطمه. قالوها والله الا بصح. ولكن انا اللي عجباتني اللي خرجوا على الاشاعات وفقصاتهم هي سميره بن سعيد. كل دي اشاعات. ومعنا اليوم واحد الفنانه اللي تاهي خرجوا عليها بزاف ديال الاشاعات. هاد الفنانه هادي غادي نخليكم تكتشفوها في الفقره ديال حاجتك ما جيتك. حاجتكم ما جيتكم. الضيفه ديالنا اليوم هي مغنيه وملحنه وكاتبه مغربيه، هي من مواليد مدينه الدار البيضاء. وهي بنتي خصوصي مرتاح على بنتي، عندها 12 عام. واكتشفوا الصوت ديالها في برنامج نجوم الغد في 1998 وجات في المرتبة الثالثة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، واخا ما حقناش النتائج المهم هي المشاركة. وباش تزيد في عالم الموسيقى مشات لجنيف. لا 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 لا، ماشي باش تشري مكانة، ولكن باش تدخل المعهد العالي للموسيقى. ومن بعد شاركت في البرنامج اللبناني اكس فاكتور اللي واخا خسرت فيه، فهي قدرت انها تسني عقد مع شركه كبيره اللي قدرت انها تخرج لها الالبوم ديالها واللي كانت غنت فيه بجميع اللهجات. ودابا الديسك ديالها معروفين بزاف في العالم العربي بحال بغيتو ولا كرهتو انا كامله بطريقي، ما تفكرنيش ملي كان بينك وبيني علي يا حبيبي. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ هدى سعد. هدى سعد.
شكرا لك هدى، مرحبا بك. لنا الشرف انك تكوني معنا اليوم في راشيد شو. ربي يخليك. هدى سعد هذا الاسم حقيقي ديالك؟ الاسم حقيقي ديالك. ما نبدل والو. انت منين هدى؟ من شي بلاصه؟ انا من زاكورة. ياك من زاكورة؟ من زاكورة. هي صحراويه؟ صحراويه. اي هدى الى حي في الدار البيضاء. فين تزاديت؟ فين كبرت؟ فين تزاديتي؟ وين تزاديت؟ في سيدي عثمان في دار جده. دار جده وكبرت. تاني تصفقوا عليها وكبرت. هاتي دابا عندك لي فان هذا دار جده دغيا باقي ملي غادي نسالي غادي ندو الدقه المراكشيه بالتصاعد. دونك على ذكر الدقه المراكشيه، كتعرفي ديري الدقه المراكشيه شويه؟ ايوا سمحوا لي الا غلطت. برافو عليك. دونك تزاديت في سيدي عثمان في دار ديال جده، الله يطولنا في العمر ديالها. هي زجاله باي ذا واي. هذه الاخرى اللي قلتي شنو؟ باي ذا واي بالمناسبه. باي ذا واي. باي ذا واي. باي ذا واي. هي جده ديالك؟ دونك تربيتي مع جده ديالك؟ نو، في واحد الفتره لانه الوالدين ديالي كانوا عايشين في دار ديال جدي وجده. من بعد ملي تحولوا ولاو استقروا في لابارتمون ديالهم، كبرت في المدينه اللي هي درب الانجليز، باب مراكش، البحيره. أيوة. وهذا الشيء كامل. وانا فعلا سعيده جدا انني كبرت في هذا الحي اللي كان. انت بنت المدينه وعليك كنغني. زوينه هذه الاغنيه ديال معطي بن قاسم. يا سلام، عطينا شي مقطع منها. يلا سقات على هدى سعد. سمح لي الصوت ديالي، الصوت ديالي اللي مبحبح. سباك راه عارفينك جيت عندنا من، وكنشكروك ان جيت عندنا من القاهره. ما يمكنش شكون ما يبغيش يجي عندك راشيد. تبارك الله اللي في الجبال. وانا لا لا، كلمة حق وحق الله العظيم بلا ما نجاملك. الله يبارك فيك. ديما كنت كنتظر هذه البادرة من دوزام. أيه. كنشكرهم عليها لأنني كنت كنشوف البرامج ديال أوبرا ولاري كينغ. أه. وهاد البرامج اللي كيكونوا كيتعرضوا وعندهم واحد الشعبية كبيرة وكيتقدموا من 30 40 سنة. زعما أنا شفت هاد الشهادة عرفتي علاش؟ لأن غنسجلها ونطلع للمدير قبل لوكومونتاسيون. تستاهل. على فاش كنا كنهضروا؟ كنا كنهضروا على بنت المدينة. يا بنت المدينة وعليك كنغني. أي شي مقيطع. يا بنت المدينة وعليك كنغني، يا بنت المدينة وعليك كنغني، بنت بلادي زينة زينة دلها فني. يا بنت المدينة. هدى عشتي واحد الفتره في سويسرا ومن بعد درتي الدراسه ديالك في الموسيقى تما ياك، علاش ماشي مصر ولا لبنان زعما؟ هو في الحقيقه تما بدات الشهره. فين بدات الشهره ديالك بالضبط؟ الشهره ديالي بدات في ملي بدات مع روتانا في لبنان. اييه. من بعد تما كنت كنخدم على الفيزيون ديالي، حيت انا ملي كنت في لاسويس كنت طبعا بديت كنعتمد على راسي. كان خرجت باش نقرا الموسيقى. أيه. وميم طون انا الانسان ملي تيخرج من البلاد تيخرج باش يرجع بواحد الصوره جديده، واحد يحقق الاهداف ديالو. انا القدر ديالي حطني في لوروب. حطك علاش بالضبط؟ مشيتي تبكي؟ لا، انا في الاول تعرض عليا عمل. أيه. باش نخدم. باش نخدم في واحد المطعم، وملي خدمت فيه عجبتني هذيك البلاد. خدمتي في مطعم شنو خدمتي؟ لبنان. خدمت شونتوز. شونتوز؟ بيان سور شونتوز. انا سحبني سيرفور. لا لا لا، ماشي عيب خدمة سيرفور. بيان سور ماشي عيب. انا عندي بالي خدمتي تما هكاك من بعد. لا، خدمت شونتوز وكنت كنقرا وميم طون كنخدم. كنخدم الساعات الاولى باش ما نرجعش معطله للدار. أيه. باش نفيق بكري حيت المدرسه كانت تبدا بكري. سويسرا جمعتي الشكلاط؟ الشكلاط ماشي بزاف. عرفتي الشكلاط والماكانات؟ الماكنوي معروفين بزاف ديال الحوايج من غير هاك. يا سلام الماكنوي. تم بعد نسولك على الثمن ديالها. ماشي مشكل. الوغ ملي تعرض عليا العمل مشيت خدمت، وكنت كنقرا او ميم طون في لاستيتيو سوبيريور دو لا ميوزيك. وتماك تعلمت بزاف ديال الحوايج اللي كانوا مغربين عليا بزاف. يعني كنت كنحسب ليا الغناء غير يكون عندك صوت وفقط. وملحين يكتب ليك وشركه تنتج ليك. ملي مشيت تماك كنا كنقراو على لي كلي دو سوكسي. كيفاش هذا الانسان اللي بغى الفنان اللي بغى يدخل الساحه الفنيه كيفاش خصو ينجح؟
ناجح، خصو يكون عنده انفيزيون، خصو يكون عنده شي حاجه مختلفه على دوك الناس اللي تيكونوا ديجا موجودين في الساحه الفنيه. ما باش نبقى انا عارفه البرنامج جات فيه التكركير والضحك بلا ما ندخلوا في هذا الموضوع. لا لا كنهضروا على كل شيء، احنا ماشي هدى السعد. انت كاتبه ملحنه ومغنيه، انت بوحدك جروب جروب باندا والله كتلحني وكتغني كنكتب كبدايه كنكتب كنفكر بعدا في الفكره اييه حيت ماشي غير يجي وكتب خص تعرف الموضوع اللي غتكتب عليه واش هذاك الموضوع تيناسب المجتمع اللي انت عايش فيه وغادي تقبلوا منك ولا لا. يعني انا بما انني قريبه بزاف جو سوي سوسيابل يعني قريبه بزاف من الناس وكنبغي نجلس مع الناس ونعرف اش كيدير في راسهم وكنبغي نعرف المصطلحات الجديده ونعرف بزاف المسائل كنحاول نقتبس بعض الافكار من الجيل ديالي وبنفس الوقت نتوشي هذاك الجيل اللي قديم. انت يا هدى سعد الاغاني كنسمعهم بزاف كتهضري بزاف على الحب، واش هدى مقصحه؟ لا لا تسمى معذور كنقولوا مقصحه وكنقولوا معقوره. اييه لا مقصحه ما معقوره بصح الحمد لله. هدى يعني تكوني طبعا اي واحد كيدوز بعلاقات في حياته كيكون عنده تجارب، واش عمرك دوزتي شي تجربه وكتبتي عليها؟ فعلا كنت كنمر بزاف ديال التجارب مي انا كنترجمها للحب. يعني كيقدر مثلا شي نهار يكون واحد الانسان عزيز عليا جرحني مثلا ولا ما بغيتش توصل للنهايه ديال العلاقه ديالنا لهذاك المنحه، كنحاول داك لي سنتيمون اللي انا كنحس بهم نترجمهم ان بحال شي محبوبه تأدت من الحبيب ديالها. ولكن باش الفنان اللي كيكتب يعيش المراه اللي كتبغي وفي نفس الوقت اللي غوبال متمرده ولا اللي جريئه مثلا ما يمكنش تعيش هذه المراحل كلها، خص يكون عندك واحد السن وواحد التجارب كبيره باش تقدر تخرج هذه الاغاني. هدى فاش دزتي في اكس فاكتور ما ربحتيش، قلتي بان نيلي كان فيها المشكل. وي فعلا في التصريحات ديالي الصحفيه قلت بان انا قلت كلمه وانا معروفه سبونتاني تنقول داك الشيء اللي في قلبي وداك الشيء قلتها. قلت او اش جاب ممثله لجنه فنيه لجنه موسيقيه الممثل خصها تحكم على ممثله بحالها او يعني فنانة استعراضية مثلا حيت كانت قوية بزاف في الفوازير. ولكن ملي انا دخلت وشفت اللجنة ديالها ديال الاكس فاكتور فيها اللي قلت ما عجبنيش الحال، وهذه كانت نقطة ضدي انا فعلا. ما رضيتيش؟ ماشي ما رضيتش، شوف الانسان ملي تيكون عارف الامكانيات ديالو عنده الثقة في نفسه ما تيأثر فيه حتى شي حاجة. واش فهمتيني؟ دونك واش فهمتيني؟ فهمتك فهمتك. ولكن ملي هدى سعد انا لاحظت واحد القضيه في طبعك مثلا شيرين كنتي نوطيها معها في شي بلاصه. والله يا سيد ماشي تشوه صاحبي بالعكس بالعكس، انا شيرين فنانه كتعجبني وباقي كتعجبني، غير ما هو وقع واحد سوء تفاهم في برنامج ترطاطا وهذا الموضوع سبق لي هضرت فيه بزاف، والحاجه ملي كتبدا تهضر فيها بزاف كتبسال فهمتيني. دونك ما كاين حتى شي بغض ولا حقد ولا منافسه غير شريفه، هي فنانه عندها ستيل ديالها وانا عندي التوجه ديالي. مالك مع اسماء المنور؟ انا في الحقيقه ما عندي حتى شي مشكل مع اسماء المنور. هذا الشيء اللي وقع وقع وخدا واحد المنحه واحد الاتجاه اللي عكس هذاك الشيء اللي كان اصلا خصو يكون فيه. انا ملي تعرض عليا باش نكون نوميني في الميوزك اوورد مشيت وكل ثقه ان المجهود انك رابحه. لا لا ماشي انني رابحه، انا المجهودات اللي انا قمت بها في سبيل انني نكون فنانه مغربيه عربيه اللي كتمثل المغرب بالاغنيه المغربيه كتابه ولحنا في العالم العربي، ورصيدي كيأكد هاد الشيء بما فيهم البوم مغربي كتابة ولحنا وبما فيهم اغاني سابقة كانت في الالبوم الاول وسينجل اللي هو بغيتو ولا كرهتو، والناس كاملة كتعرف هاد الشيء. اسماء المنور انا سبق لي وتعاملت معها في عمل انا والزوج السابق ديالها عصام شرايطي في عمل لقى واحد النجاح كبير. كنظن الانسان اللي غادي يكتب لواحد الانسان اللي هو طبعا كانت مفاجأة للعالم العربي ان فنانة مطربة من نفس الشركة تكتب لفنانة اخرى، فهذا الشيء ما كيدلش الا على حسن الا على حسن النية وعلى الاخلاق الطيبه وعلى التشجيع ديال فنانه مغربيه بحالي. ولكن واحد النهار الانسان تيكون يعني كيخرج على
الصواب ديالو. الصواب ديالو، ولكن انا قررت انني نقول للصحافه ان هذيك الحركه اللي قمت بها كانت رده فعل انسانيه اتجاه بعض الظلم في حقي انا، ماشي على هي، بالعكس انا كنحترمها وما عندي حتى شي مشكل معها، واخا هي قالت فيا شي هضره ما كتقالش انا كنسامحها حيت هي فنانه مغربيه بحالي بحالها. بغيتي اليوم تكوي الصحة في رشيد شو؟ شوف الصفحة تطوات وتنسات بالنسبة لي، أنا إنسانة كنشوف فورورد القدام، فورورد هادي نزيد على باي ذا واي I'm looking forward. واخا أختي هدى ما كاين مشكل، هانا خويا طوي الصفحة طويناها اليوم كانت الصفحة ديال هاد القضية ديال الأسماء منور مع هدى سعد. هكا تجدين بقى عاقل على هاد الشيء. هدى واش ممكن شي نهار نشوفك مصالحين؟ قلت لك تجدين ورشيد اصاحبي وراه حلقة هدى سعد هادي. هكا ماشي ديال الأسماء منور. اقلب اقلي واقلب اقلب الصفحة. واخا من غير الفلوس والنجومية والشهرة اشنو ربحات هدى سعد من الفن؟ ربحت احترام الجمهور المغربي، حيت الجمهور المغربي كيقدر وكيعز الفنانه اللي كتبقى في صباغتها. وانا بما انني كنت بين الجمهور في واحد النهار. اسمح لي بقيتي في صباغتك؟ صباغتي هي اللي كانت. سؤال جوبي، بقيتي في صباغتك؟ صباغتي هي صباغتي ديال النهار. صباغتك بيان سور. اشمن لون كانت صباغتك؟ الصباغه ديالي كانت بيج فونسي. برافو على هدى. هدى غادي نعطيوك شي مقاطع ديالك غنيتيهم ونسمعوا الكلمات، وبغيتك تقول لي لم داك الكلمات واخا. يلا. ما تفكرنيش من اللي كان بينك وبيني، حرام عليك شوف الفاين وصلتيني، اللي بيك جرحني. هدى لما كتقولي ما تفكرنيش، ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني الكل، يعني هو في الحقيقة كيوقع واحد الصدمة في حياة الإنسان ملي تيكون تايق بزاف شي شخص وكتجيه منه كتجيه منه واحد الطعنة. يعني أنا هذاك الناس اللي تيكونوا فيهم الغدر وما عندهمش حتى شي حس بالمشاعر ديال الآخرين، تنقول لهم ما تفكرنيش بلي هذوك ما عندك حتى شي رجعة معاهم، ما عندكش خط رجعة. بلا ما تفكرني. بلا ما تفكرني باش نرجع معاك ولا باش نهضر معاك. شي قصة حب عشتيها؟ لا كنهضر على أون جينيرال حب أو علاقة صداقة مثلا. يعني غير تفوت الأخوة، حيت الأخوة هي اللي كتكون طبعا صعيب واخا توقع فيها هذه الأشياء. نسمعوا المقطع الثاني. نسمعوا المقطع. يلا. جيت نصيد نصيدني وأنا صغيرة. هذه عليك. لكن كشتات وحسني وقواني هدى. ماشي ولا ماشي على هذه الأغنية؟ جيت نصيد داك الصياد. هدى شكون اللي جيتي تصيديه صدق صيدك؟ الحقيقة هاد الأغنية أنا كنحماق عليها حيت كانت من الأغاني المفضلة ديالي ملي كنت صغيرة، كنت نقول يا ربي يا ربي إلا توفقت وليت فنانة غادي تكون أغنية روبريز عندي في الألبوم. على هي أغنية ديجا قديمة ديال سامي المغربي. داكور. وعدت لها التوزيع ديالها بطريقة خليجية مغربية باش نقرب الإيقاع المغربي من الناس. جيت نصيد وصيدني وأنا صغيرة درية. جيت نصيد وصيدني ما كنقولها على حتى شي حد. كيفاش تقريبا؟ فياش؟ صيدك. صيدني ملي كانت عندي أخويا. نقول لك 17 نقول لك 18. واخا نسمعوا المقطع الثالث. شافوك معاها ايدك في يديها وعلى من تكذب عليا ولا عليها. شكرا. هادو اللي شافوهم برقاقة برقاقة. ودابا هادشي اللي كنعالجو في هاد الأغنية من بعد تيقول لها قلبي اللي خدات وانت عارفها، يعني هادوك غير اللايمين وحاقدين وحاسدين، هذا علاج الموضوع ديال الخيانة الخيانة وأن من الحبيبة ما خصهاش تسمع هضرة ديال الناس تشوف بعينها.
كتلحني راسك ولا كاين ولا كتعاملي بعض المرات مع ملحنين اخرين؟ في الالبوم السابق الالبوم الاول والسابق اللي هو تار الحب لحنت الاغاني ديالي راسي. واش باش تقتصدي؟ لا لا زيد ولا كتلقاي بان انت اللي رؤية انا كنفهم راسي وعارفه عندي الحمد لله الحمد لله هذه موهبه وملكه من الله سبحانه وتعالى. وطبعا تتلمد على الايد ديال الوالد ديالي اللي هو زجال طبعا. وعلمني الاصول ديال الكتابه وديال الزجل واستخدمتها في اطار واسلوب جديد كيناسب التفكير ديالنا ديال الشباب. وكانوا عندي دي زيدي ما كيقدر حتى شي حد يفهمني فيهم في الملحنين، فقلت علاش ما نخترعش ليا انا ان ستيل اونيك اللي نقدر وتوفقت الحمد لله. عجب الشباب وعجب الناس اللي كيتابعوا الاعمال ديالي. جيت لرشيد شو وعجبني الحال. تلحني عليا. اوكي باش بغيتي اش من مقام؟ انا مقام حيت كاين مقامات عده في بغيتيها كرد حجاز نهاواند بياتي بغيتيها بياتي بياتي بكا نهاواند والماجور وداك الشيء كيكون زوج. الكرد بغيتها كرد. جيت لرشيد شو عجبني عجبني الحال عجبني الحال بارك الله عليك. ما فهمتوش دابا نتوما ما فهمتوش قالت حيت دابا كاين الفرق ما بين عجبني وعجبني الحال. دابا هو بغا قالك لا نكمليها حيت الا قلتي جيت لرشيد شو عجبني واش فهمتي الجمله؟ عجبني الحال عجبني الحال. راك كتشرفنا وغزال وتبارك الله كتعجب كاع المغاربه. الله يحفظك. غدلي لي المدام عجبتيها كيفاش عجبتي؟ تبارك الله عليك. الله يحفظك اختي هدى. هدى فراسك بان باغيين يجمعوا ما بين الدار البيضاء والمحمديه، باغي يجمعوا في مدينه وحده. اها علاش لا؟ اسميوها الدار الكبيره. غزال انت كتعجبني تبارك الله. الله يحفظك. غزال هذه القضيه الدار الكبيره. واش تبغي؟ هدى انا كتعجبني المحمديه بصح وحق الله غزال هذيك المدينه رومانسيه 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 بزاف. والله دابا يا كاينه ولا ما كايناش؟ ما كتدخلوش المحمديه كتحسوا براسكم فرحانين راسي. هدى سعد قالت لك مدينه رومانسيه قصحه ما قصحاش. هدى سعد سولنا الناس هو سؤال هي حقيقه ما كايناش ولكن سولنا الناس قلنا لهم خرج قرار باش غيجمعوا الدار البيضاء والمحمديه في مدينه واحده وكانت هذه هي الاجابه ديالهم. اوكي شوفوهم. ممكن راه بدات كتلاقى بيناتهم راه تلاقاو تقريبا. ممكن يسميوها الدار الكبيره. وي الدار الكبيره علاش لا؟ قدروا يسميوها دار الزهور حقاش مدينه الزهور والدار البيضاء غيسميوها دار الزهور. المهم فكره مزيانه هذه بحال والو. راه ملي تشوف هذاك البنين اللي ولا دابا قرب المحمديه قرب يتلاصق مع المحمديه راه غتولي مدينه وحده. غيسميوها الدار الكبيره. راه سموها الدار الحمراء. بصفتنا حنايا ناس المحمديه بغينا تبقى المحمديه بالمحمديه. ما تغيرش الاسميه ديالها. تبقى في دالها هي في دالها. وهذه حاجه مزيانه لان المغرب مغرب بلاد واحد. اذا دمجوا المحمديه مع الدار البيضاء راه مزيانه. المحمديه اصلا داخله في كازا. هي اصلا محسوبه على كازا مش عماله ديال كازا فهمتي، ولكن ماشي غيقولوا زعما بروبليم غيدمجوا هما بعضياتهم ولا شي حاجه، ولكن هما اصلا مدموجين. الدار الكبيره جات شويه ناقصه. الدار الكبيره حيت الدار الكبيره كنعنيو بها على شي دار زوينه كبيره دار الضيافه هذه هي الدار الكبيره فهمتي كيفاش؟ غيسميوها الدار البيضاء بوحدها والمحمديه بوحدها. لا ما عمرنا ما شكون. لا سميوها الدار الميديا. دار الميديا. اش بان لك اختي هدى؟ هو المحمديه كتبقى عندها الولايه ديالها والدار البيضاء عندها الولايه ديالها. هذا الشيء كيبقى تابع للحكومه. الا شافت بان المحمديه والدار البيضاء الا تجمعوا غادي يكون في صالح ان
يتحسن الوضع ديال المدينتين اوكي، ولكن انا بالنسبه لي خص المحمديه تبقى بوحدها حتى الهويه ديالها زوينه، مدينه الرومانسيه والزهور والعطاء وكذا يعني فهمتيني. واحد السيد من العائله ديالك قال لي واحد الهضره واحد السر غادي نقول لك ولكن من بعد هذا الفاصل هذا. اوكي. هدى. وي. انت قلتي كبرتي في حي الشعبي اللي هو؟ اللي هو سيدي عثمان. سيدي عثمان، لا كبرت في المدينة. في المدينة. درب الانجليز. وي. درب الانجليز تبارك الله عليك. قلنا باقا كتمشي تاكلي الطون عند با المدني. عرفتي شنو؟ عرفتي واحد القضية، كنت تنقرا في واحد الكوليج، ما قلتش كاينة ولا ما كايناش؟ وكاينة، كنت كنقرا في واحد الكوليج سميتو بن خلدون في بولفار دونفا. أييه. وكنا حنا تنخرجوا مع هذيك الربعة. وكنمشيو عند واحد السيد اللي هو حدا سينما لارك. أييه. وكاين الزراوي. وكان مشهور قدام لي سيليوتي. وكلشي لي سيليوتي هاجم عليه وبن خلدون هاجم عليه حيت عنده واحد الباريزيان ما كاينش بحاله. طونو الحرور. طونو الحرور 30 ريال نص كوميرا. وكنا كنشبعوا كتجي للدار كتقول لي ماما نحط لك العشاء تنقول لها اذا راه قصر كاع طون كليتها ماما هادشي واحد الله الا باقا الا باقا البنة ديالو في امي ياك غزال مازال كتمشي تاكلي الطون عندهم لا صافي صافي ما بقيتش كنمشي واخا ما بقيتش كاع عرفت كندوز باغ كونت كندوز ديما من تماك باقا كتمشي تضربي بها نص في الطون لا باقي تيعجبني نمشي لدوك المناطق اللي فيهم بحال بجقني برا لا دابا انت تقدري تقدري تكوني غادا في الزنقه وتشوفي شي كروسه مثلا دوك اصحاب السوسيس لا لا نخاف 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 خازو بنين لا لا نخاف والله العظيم هو زوين وانا بنين ولكن نخاف تنوض ليا شي حبوبه واحد الريحه كتكون فيه ما نعاودش ليك زوينه راه كتشهى ولكن راه واحد شويه كتفكر في الصحه ديالك والبشره والبشره ديالك خصها تكون نظيره نظيره هدى وي صورتي واحد المره واحد الكليب ديالك سميتو طير الحب وي صورتي في السطح سطوحه على الاقل سطوحه في لا عندك الدرب تصوري عرفتي شحال من سطح دابا هذاك حيت كنا في لبنان كاين عندنا انا اللي بان لي في ذاك الكليب غنشوفوه نشوفوه نشوفوه عاد نرجعو نكملو يلا نشوفو يلا نشوفو الكليب حط فهاد السطوحه ما فيهمش النشير لا لا مع ما عندكش قوه الملاحظه كانت واحد المره كتنشر ياك كانت تصور علاش بالضبط اختاريتي داك لوندروا لا داك لوندروا هو كان فكره سيرياليه يعني كانت هي الاخر ديال الكليب غادي تعرف بانها كانت كتحلم وكانت كتخيل راسها بانها كات ومان كتتحكم في الطيور كتحكم في اتجاهها وكذا هذه كانت فكره ديال المخرجه رندا عالم والحمد لله يعني لقات واحد القبول عند الناس والثمن طلع رخيص الثمن الثمن كامل في السطح لا 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 ولكن اللي تيرجع الكليب غالي ماشي هو هو الاخراج بالطريقه ديال الزوينه هو ليزيكيبمون اللي كانوا مخدومين بهم الكاميرات الكرو هو اللي تيخلي الكليب يكون بيان سور لي زيفي الجرافيك اللي كيكون فيه واللي معاك الطيور كنشوفو كتلعبي بهم بصح هذاك الجرافيك هذاك هو الجرافيك وي ما يمكنش نلعب بالطيور انا ولا رشيد صاحبي واش الطيور هي تلعبي بالطيور بحال وحده الا طارق فريخ دار لي هدى كنضحكي عندي لك واحد السؤال مهم يبغيو يعرفوه البنات والولاد وي فين هو لو برانس شارمون هاد مازال ما تزوجتيش الوغ بالنسبه للبرنس شارمون كما تيقولوا المصريين الزواج قسمه ونصيب وطرح قسمه ونصيب قسمه ونصيب دونك هذا الشيء ما تيقدرش يعرفه الانسان هذا الشيء تيكون في الكتاب ديالو في كتاب الحياه ديالو يعني شحال من تخطيط للزواج وكيقول لك الزواج تدبيرو زواج ليله تدبيرو عام جا في الخطاب دابا في الحقيقه ما نقدرش نكذب عليك كاينين ولكن انا من المغرب ولا من برا؟ انا تنبغي المغرب لا انا كل شيء ديالي مغربي ياك اغنيه مغربيه نهار غتزوجي غنتزوج ان شاء الله بمغربي داكو هاد الزواج زوج المستقبل هدى سعد
كيفاش بغيت يكون شخصيته؟ بغيتو يكون هانتوما اللي بغيت يتزوج. عرفتي اش غديري؟ دابا غنديرو انونس. شوفوا معايا مزيان. هانتي هالكاميرا هدى. شوفوا اللي بغيت يتزوج بها. اليوم رشيد شو غنعطيك الكاميرا وغديري انونس ماشي انونس غتقولي الراجل بغى يتزوج بيا ها كيفاش خصو يكون هذا بعدين نعجبو انا هو الاول يلا كاي فتاة مغربية كتحلم ببيت الزوجية وطبعا هذا طبعا شيء يعني قدر ولا بد منه ما نقدروش نتهربوا منه ضروري نمروا به وضروري خصنا نفكروا اننا واحد النهار نستقروا في واحد البيت يكون يعني الحيطان ديالو حب ويكون الجدران ديالو تفاهم ويكون السقف ديالو وفاء وعطاء. دونك انا كنتمنى من الزوج المستقبل ديالي الا كان غادي يجي ان شاء الله هاد الايامات كنقول ليه خصك تجي بعدا في الطريق تكون مثقف باش انا نستافد منك الليل والنهار. نتفاهموا تحيت الاولاد اللي غنولدوهم خص خص دونك الثقافه على الاولاد مثقف يكون انسان عنده واحد الروح الدعابه ويكون انسان عنده واحد الذكاء واحد الفطره حتى هي زوينه ويكون مغربي ويكون وشوف ما خصوش يكون زعما بحال براد بيت ولا داك الشيء زعما مثقف ضحوكي زوين ماشي بحال براد بيت مقبول نخدمك معاه فركوس مثلا ماشي فركوس ما فركوس خايب راه فركوس خايب قلت لك زوين مغربي اه بيان سور فركوس غزال وتيضحك الله راه يكون عنده غير ليمور ديال فركوس اييه وما يكون ولد الناس وتيعرف بقيمة المرأة في المعاملة فقط ان شاء الله يا ربي يا حشمتيني يا هدى واش مرمتي بعد ما تيهضر في هذا الموضوع تحشمتيني هدى ضروري جوج جوج من الحجر عطيوني عطيوني فين هي جوج من ضروري جوج جوج من الحجر اوبليجي وصافي صاحبي قلبنا على هذا الموضوع اختي هدى عندك شويه مع الانترنت بيان سور عندي مع الانترنت كتشاطي شويه عندك باج فيسبوك ماشي كنشاطي كنجاوب على الاسئله ديال الفانز اللي كيصيفطوا لي ميساجات مي كيكون عندي واحد الوقيته كنرسخها باش نجاوب الرسائل ديالهم بيان سور انا ما نقدرش ما نجاوبهمش هدى دابا عندنا الفقره ديال اونلاين اونلاين اي هذه الفقره هذه كيهضروا معاك دي سيليبريتي ناس معروفين وي غيشاطيو معاك يشاطيو معايا غادي يهضروا معاك وانت خصك تجاوبيهم متفقين؟ متفقين يلا نشوفوا اونلاين formidable Ch'ti kunti formidable, kunna formidable. J'étais formidable. Ch'ti houda. Ana bghit ndir remix ديال الديسك version مغربية. و بغيت نديرو انا وياك بحال هكا. والله يا ودي واش باغا قلبي يعرف. هاد السيد. هاد السيد تبارك الله عليه ياك فنان بلجيكي من الفنانين اللي طبعا تيحطوا البصمه ديالهم بواحد ستيل جديد جي ادور اشنو تغني معاه؟ نغني معاه يا ريت ولكن الديسك الاخر ديالها ايوا يلا بغيت تهضر معاك جوال جوال اوكي يلا اهلا وسهلا فيك هدى كيفك؟ معك جوال ماردينيان أخصائية التجميل والميك اب انت صبية كثير حلوة بس في موديفيكيشن لازم نعملهم ولهيك بدي اياك تحضري لاعطيكي قرعات بوتوكس وسيليكون مشان انفخك زي ما انفخت شيرين وكل الفنانين مشان الستارز اليومين دول كلهم منفوخين على الفاضي يلا بشوفك اول سؤال هدى كنعرف انه كاين بزاف ديال الفنانات كيديروا البوتوكس وكيديروا عمليه التجميل واش هدى دارت التجميل ما درتش اخويا التجميل انت انا قدام وهي تتعيط لك تقول لك جي ديري التجميل نجي ندير التجميل انا ما محتاجاش التجميل محتاجه التجميل انا دير تجميل شي وحده تصحيح اللي هو مثلا كوريكسيون ولا كان شي وحده عندها لابوس ولا شي حاجه دير لكن الحمد لله انا ما محتاجاش التجميل وانا مقتنعه بالصفه اللي عطاني الله قلتي ما احتاجاش التجميل آه. شكون شكر العروسه؟ اخت امها اخت والحزار جارتها والحزار ديالها وانتهي دوي علينا وجي علينا انا مثلا كنت كنفكر حيت كنضحك مثلا بحال هكا كنضحك كتبان لي الجنسيف كبيره
ومشيت عند الطبيب قلت له شوف واش تقدر دير لي مثلا شي موديفيكاسيون واش باش نبدا نضحك بحال هكا ياك قال لي يا غادي ندير لك شوف اش قال لي الله يخليك قال لي غنهرس لك العظم اييه ياك اييه وغادي نرجع لك المشواغ المشواغ ولا ماشي الصدور ماشي طبيعي وغادي ندير لك هذا وغادي قلت لي شوف دير لي غير شي حاجه خيط ليا من الداخل قال لي ما كايناش غادي نهرس لك قلت له ما تهرسش ما تهرسش خلينا خلي الضحكه ديالي بحال هكا ماشي مشكل صافي وجلست للارض هدى بيني وبينك اه كاين جميله دابا انت كتشوف فيا بنت شي حاجه ديال الجميل بالعكس انا باغا نحيد البنات اش بان لكم كاين ولا ما كاينش ما كاينش خلل انا تنخاف من هذا الشيء تنخاف صح. تنخاف حيت داك الشيء تنشوفو وداك الشيء ما تعجبنيش انايا يعني. ولاتي كتكبري وبغيتي بيان سور هذاك شوف ماشي نجبد فملي كيكبر الانسان تيبغي يدير واحد شويه ديال الفيتامين كولاجين لوجهه تعرف شنو الكولاجين ونفيخ الكولاجين لا الكولاجين هو واحد الكولاجين واحد البرا هي داك الكولاجين ملي تنقص من الوجه تيبدا يطيح تيبداو لي رينكلز الله يخليك لي غيد هذاك ملي تيبداو ينقص زيد على باي دواي باي دواي وعلى فورورد وعلى داك الشيء تيبداو يبانوا لي التجاعيد تيمشي للمراه تدير واحد البرا ديال سميتو ديال الكولاجين البوتوكس البوتوكس مختلف البوتوكس حاجه اخرى انت شوف باش تعرفني ما دايرش البوتوكس منين ندير لك ديك ها وها كيبان تكماش هنايا اللي تيديروا البوتوكس تتبقى تتسمى المندهشه كتديرها زعما لا تتكمش المندهشه حنا عندنا لا تتقشر لا تتقشر نشوفوا بغيت تهضر معاك نسيم الحر اها هدى كانت في يوم من الايام صديقة لأسماء لكن الشيطان دخل بينهما ففرقهما إلى اثنين أصبحت أسماء فجعانة من هدى واليوم سنحاول بالخيط الأبيض أن نفرق أن نصالح بينهما الله ينعل الشيطان نو كومنت سدا هذا الموضوع لا ممكن تصالحوا لجينا راه عندنا سيما الحر لا سدا هذا الموضوع اسيدي لا اسيدي سدا هذا الموضوع والو صافي لا قول لي واش ممكن جينا تصالحوا شوف حنا انا كنتمي لواحد المنطقه اللي سميتها زاكوره اييه معروفين بالقلب الابيض وما كنحقدوش وما كان وكنساو انا شخصيا نسيت ما عندي حتى شي مشكل ولا كان غادي تجي المصالحه شي نهار ما عندي حتى شي مشكل واخا هدى عرفنا ان عزيز عليك الباسكيت بزاف باسكيت؟ اه ملي كنت في المدرسة اه شفنا واحد الفيديو كاع تتهضري على الباسكيت و ملي كنت صغيرة وداك الشيء ماشي دابا نقدروا نجربوك دابا في الباسكيت شي محاولة اه يلا ماشي مشكل بهاد اللبسة وهاد السلة صافي هدى يلا ورينا ورينا المحاولة لا انا وحدة وانت وحدة انا وحدة وانت وحدة يلا هاك يلا راه ماتش هذا واللي دابا انا بوحدي يلا كيما ما كايناش يلا صفيقه سلا هدى شوف هدى عندي سؤال في الرياضة هدى وي بما انك عندك مع الرياضة كريستيانو رونالدو واش كيلعب مع اسي ميلان وي الدفاع الحسني الجديدي وي ولا اتلتيكو مدريد كيلعب مع مدريد اسيدي اتلتيكو مدريد وي بلاتي بلاتي نسيت اعطيني 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 اختيارات البارسا لا ماشي البارسا قلت لك واش قلت لك واش اسي ميلان دفاع حسني الجديدي ولا اتلتيكو مدريد ولا قلت لك ريال مدريد قلتي لا اتلتيكو مدريد ثقه لا هدى لا لا واش لا 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 شو عرفتي فين وقع البياج وقع في اتلتيكو أيه. حيت انا كنعرف مدريد كيلعب فيها كريستيانو رونالدو كنعرف ميسي في البارسا
فهمتي؟ وانا ديما تتعجبني البارسا. هدى مادام عندك مع الرياضه غنوريك واحد الفيديو. شفت القضيه ديال الرياضه من طلع وعي اسمعيني صافي وهي مش طبه بغي نسلق لي الرياضه هكاك. يا هدى هدى عندك مع الرياضه قولي اه يلا عندنا مع الرياضه. عندك مع الرياضه اوكي غادي نوريك واحد الفيديو وتلقاو دابا يلا اوكي نوريني. هدى سعد اللي التقاها داني صيرفي وعلى المونتاج المبدع بشير كامل. بولا 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 حمراء. فينا نقنع الجمهور الفني انه مثلا هدى رياضيه من الطراز الاول ولكن الجمهور الرياضي ما بتغشوه. بولا 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 حمراء. بولا 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 حمراء. انت يا هدى ديما 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 وداد ولكن علاش حيت سكنتي في المدينه وتقريبا ولاد المدينه القديمه كلهم وداديين في كازا ياك. كلنا في ولاد المدينه وداديين وحنا كنبقاو بيضاويه كنبقى بيضاويه يعني ولا ما كانش لاعب الفريق ديالنا الوداد في شي كان لاعب مثلا الرجاء بوحده مع شي فريق عالمي كنشجعوا الرجاء حتى هي ولكن في الاصل حنا تا وداديت ودادي ياكت تا وداديت في المغرب الحموريه وداك الشيء زويون الرايه يلا سقوا عليها هدى. ولي جات راجل رجوي تقبلي ولا ما تقبليش؟ حيت انت عارف ان شي وداديات هذوك راه هو ما تعاتقوش هذوك اللي مزوجين كتلقى الجيريه مع مغربيه ولاعبين الرجاء ولاعبين الجزائر والمغرب شنو تيديروا تيضربوا في القلب؟ لا حيت تيلعبوا الالي والروتور لا 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 هذا الشيء ما عنده علاقه بالكره ياك الشيء ما عنده علاقه بالكره. واخا قلتي في واحد التصريح ديالك ان عزيز عليك مروان الشماخ. مروان الشماخ وي كلاعب كيمثل مغربي عالمي تبارك الله عليه يعني الصيت ديالو سابقه وطبعا ما يمكنش نكون انا كنعرفو الا ما كانش هو يستاهل انه يكون معروف. هدى بغيت نسولك شكون الفنان اللي كيعجبك في الميدان ديالك في الغناء؟ شكون الفنان المغربي اللي هو ليدول ديالك؟ المثل الاعلى ديالك. المثل الاعلى؟ مغربي. هذا سؤال شويه صعب لانه انا ما تعلمتش من مدرسه وحده يعني انا كل فنان خديت من عنده شكل او خديت من عنده طريقه معينه. يكون كيعجبك شي واحد بالضبط ما نقدرش بزاف كيعجبك تقولي باش نقول لك كان عندي فلان واحد اللي انا حيت انا ما تنشوفش راسي خصني نتبع خطى او نقلد فنان معين انا كنشوف راسي خصني نكون انا تتم لواحد الجيل يجي واحد الجيل ان شاء الله في المستقبل يتعلم من المدرسه ديال هدى سعد. اييه هذا الشيء اللي هدى بغيت نسولك انا نعطيك اسماء ديال الفنانين وبغيتك تعطيني رايك فيهم بكلمه واحده. اوكي سامرش سامرش دون بيك الخاسر. نعم يا سميح فنانة المغرب الاولى. صوت 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 ما شاء الله الخطير اللي انا كنسمعه كنتبورش. طيب صديقي فنان المسرح ديالنا الاول الله يطول في عمره. دريس الرخ. دريس شكون؟ الرخ. خفت نقول شي حاجه نصدق غلطه ما تنعرفوش ما جاتنيش هاد السميه في ما عرفتوش شكون؟ علاش قالوا ويلي ويلي ما عرفتش دريس الرخ شكون؟ فنان مغربي ممثل مثل في اعمال بزاف في المغرب وخارج المغرب. ما متبعاش واقيلا سمح لي بزاف والله ما عرفتش. سمح لي اكيد نقدر نشوفو نعرفو ولكن باش نتفكر الاسماء ما انا كنعتذر بصراحه الا ما عرفتوش. نعم دنيا باطمه. باطمه اشهر من النار على العالم. دنيا باطمه في كلمه. دنيا باطمه في كلمه موهوبه وكنتمنى لها التوفيق ونتمنى لها ان شاء الله تلقى الستيل ديالها باش تقدم اعمال. مازال ما لقاتش الستيل ديالها؟ دنيا باقي ما سمعتش لها شي اعمال ديالها يعني البوم ديالها كامل نزل. سمعتي بدري؟ ما عرفت ما سمعتهاش. نورمال ما سمعتهاش يعني انا الاغنيه كتوصلني ما كنقلبش عليها ما وصلتنيش. عندنا دابا واحد الروبورتاج على لي طاكسي
لي تاكسي. كتركبي في الطاكسيات شويه؟ الطاكسيات الحمرين البيضين؟ لا تنركب في السياره ديالي. بصحة وراحة. ما تنركبش في السياره ديال الطاكسيات. وما بيان سور اضطريت انني شي نهار وقع لي اون بان ولا شي حاجه نركب في السياره ديالك. سباك ولكن تنركب في كريدي ولا كاش؟ لا كاش. تبارك الله كاش. سعدات ربي يخليك صحتك وخمامك. يعني هدى عندنا واحد الريبورتاج على طاكسي. كنعرفوا ان الطاكسي في المغرب سبيسيال. الشكل ديال ملي كتدخل داخل كتلقى حاط هذيك الزربيه ديال النمر. كتلقى ديما واحد. لا 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 وداك الكليب اللي كيديرها. واخا ها شوف واحد الريبورتاج ديكالي على لي طاكسي ونتلاقاو من بعد. يلا. والطاكسي في المغرب ماشي هو فقط داك الانسان اللي كيوصلك للبلاصه فين بغيتي، ولكن هو في نفس الوقت طبيب نفساني، حيت غير كنطلعوا معاه للطاكسي وكنبداو نعاودوا ليه قصه حياتنا كامله. هذا واحد مضارب مع مرتو، والاخر مريض مسكين، وهذه وحده ما نجحاتش في الكونكور. ومول الطاكسي يقدر يهضر معاك في كل شيء. اوه راك شفتي بطاطا غلات؟ وييه عرفتها عرفتها. ما تقولش ليا ما شفتيش الصاروخ اللي طاح في اوكرانيا؟ وياه شفتو شفتو. شتي داك الرئيس ديال كولومبيا الجديد؟ وياه عرفتو عرفتو. وخصوصا عند مول الطاكسي كنلقاو شي تويشيات ما يمكنش تلقاهم في شي بلاصه اخرى. واول اكسسوار كتلقاه في الطاكسي المغربي هو الزرواطه والسيديات اللي كيكونوا بزاف، ولكن ماشي باش يسمع بهم الموسيقى، باش يزوق بهم الطوموبيل. زيد عليهم ديك الزربيه اللي كتكون شايطه من طلم ديال الدار. وفي المدن الكبيره ملي كتبغي طاكسي ما كيديكش في البلاصه اللي انت بغيتي، كيديك في البلاصه اللي بغا هو بقانتو. ولا ما غاديش. ومشكله وكاين مدن سياحيه الا ما كنتيش شاب وعينك زرقين والله لا ركبتي. فاليزي فاليزي الله يقود المورنينغ. وكاين شي طاكسيات الله يحضر السلامه بحال تقول راكب في كاريان متنقل. والصراحة ما كرهناش شي طاكسيات بحال هادو. اولا كنبغي نشكر وندير تحية لصحاب الطاكسيات وصفقوا عليهم حرارة، لان كيبذلوا واحد المجهود كبير وماشي ساهل باش تكون الشيفور ديال الطاكسي، لان دوزت هذيك التجربه في طاكسي 36 وعرفت المعاناه ديال صحاب الطاكسيات. كانت رائعه. كنت كتونسني ملي كنت برا هذا الموزيط غزال هذاك. واخا هدى انا والجمهور بغى نسمع صوتك، بغينا نسمعوا شي حاجه زوينه من عندك، ولكن قبل ما نسمعوها نشوفوا واحد الفاصل ونرجعوا. اوكي يلا. هدى من بعد هذا الفاصل اشنو غادي تغني لينا؟ نغني لك واحد الاغنيه كتعجبني. أيه؟ سميتها ديال ورده، بيسالوني لو غبت عني في يوم وليله. في يوم وليله. آه. يلا في يوم وليله. ولكن ماشي من الاول، من واحد المقطع. ايوه بيسالوني لو غبت عني، لو غبت عني أو رحت مني، أو رحت مني أعمل إيه؟ أحب تاني تيرا لا تاني تاني مش ممكن أقدر تعرف يا روحي يا روحي يا روحي ما أقدرش ليه هو اللي زيك لو كان في زيك هو اللي زيك لو كان في زيك في الدنيا حد يحب علي في الدنيا حد يحب علي. هدى ضحكتي مزيان دابا غندوزو الفقره. ندوزو دابا الفقره سميتها الصراحه. الصراحه راح غادي نسولك اسئله شويه قاصحين، ولكن بغيتك تجاوبيني بكل صراحه هدى. مستعده؟ ان شاء الله. يلا بدينا. كندير اليوكا هدى في هذه الفقرة هذه
بغيتك تكوني معنا صريحه. واش عمر هدى طلعت الخشبه شي نهار والجمهور ما حملكش بدا كنصفر عليك ويقول لك نزلي؟ لا عمري ما تعرضت لهذا الموقف ابدا. ولا وقعت لك؟ انزل. واش هدى سعد فيها الحسد؟ لا ما فيهاش الحسد نهائيا، بالعكس تنبغي الخير للناس، واللي تيبغي الخير للناس تيسهل عليه الله. ما فيهاش، تيقول لك ضد ضد وما تحسد. هذه الكلمة كانت تقولها الوالدة. ضد يعني كون ضدي أنك تتعمل مجهود تتشتغل تقول بغيت نكون شيء تكون طموح. أما باش تحسد الحسد هذا، الحسد هذا مكروه، لا في الدين ولا في المعاملة ولا في ماشي زوين. واش هدى كتغني في الكباريات؟ بصراحة هذه القضية مستبعدة تماما من المشوار ديالي. يعني هو في الحقيقة تعرض عليا باش نغني في الكباريات اللي في كازابلانكا وبأثمنة طبعا اللي هي كتغري، ولكن ما نقدرش لأنه أنا ليماج ديالي ما نقدرش نغني في تياتر مثل المغرب في بوزار. عمرك ما غنيتي في الكباري؟ ما نغنيش في الكباري، ما عمري ما غنيت في الكباري. متأكدة؟ متأكدة ولا؟ غنيت قلت لك في مطعم ملي كنت في لاسويس، غنيت في مطعم. كباري ما غنيتش فيه، والمطعم اللي غنيت فيه انا غنوا فيه كبار الفنانين، منهم فضل شاكر، منهم عبد المجيد عبد الله، منهم ماجد المهندس اللي هو كان طبعا تيقدم النمره اللي بعد مني. ولكن كباري طبعا هذا شيء انا ما عنديش، ماشي ضده، ولكن ماشي في الاتجاه ديالي، انا الاتجاه ديالي مختلف. واش عمر هدى سعد تقريسات؟ تقريسيت تقريسيت وتسرق مني البورتابل ديالي. هنا ولا هناك؟ لا في لا هنايا في المغرب تقريسيت، والحمد لله ما تصابيتش، انا ما تاديتش في الجسد ديالي لانني كنت مسالمه. يعني قال لي اري البورتابل، عطيته البورتابل. هدى شنو هي الحاجه اللي درتيها في شي حد وندمتي قلتي لا ما كانش خصني نديرها؟ لحد الان انا من النوع اللي كنحسب يعني التصرفات ديالي كان يعني، ولكن عندي واحد ديفو في الشخصيه ديالي وكنعترف به انني انا كنتسرع، وهذا طبعا الشيء كيأذيني لانني انا سبونتاني بطبعي، ولا سبق لي اديت شي حد ولا تصرفت شي تصرف في شي حد كنقول له كنعتذر. هدى لمن تقول ما نقدرش نعيش بلا بيك؟ الام ديالي والاب ديالي والاخوات ديالي اللي كيبغوني كهدى تيكونوا معايا بالماكياج وبلا ماكياج وبالفلوس وبلا فلوس، هذوك هما اللي تنقول ما نقدرش نعيش بلا بيكم. تصفيقات على هدى سعد. شكرا هدى، شكرا على الصراحه ديالك. نتمنوا تكوني ما كذبتيش علينا. لا ما كذبتش. كنتي معنا صريحه. ما كذبتش عليك. اخر فقره في البرنامج هي فقره ديال التحدي. سالينا الحمد لله. دوز امتحان. لا مع الموسيقى وداك الشيء كان شويه ديال والحمد لله. دابا وصلنا للفقره ديال التحدي. كل ضيف عندك كيعطيو التحدي. التحدي ديالك غادي تسمعيه حالا. اوكي. كنعرفوا عليك انك فنانه انيقه وكتهلاي في اللوك ديالك، هذاك الشيء علاش التحدي ديالك اليوم هو انك غادي تماكي بنت من الجمهور في جوج ديال الدقائق. وردي البال خاصك تنقشي ليها وخاصها تطلع زوينه لان الجمهور هو اللي غادي يحكم في الاخر. دابا اللي حط هذا السؤال انا متاكده بانه رجل، والرجل خصو يسول المراه بان المكياج اصلا باش يلا توجدوا تحل البودغ وتسدها جوج دقائق سالات. التحدي اللي عندك هو دير بجوج دقائق، حنا ما قلناش نقشي لها كامله. انقشه انقشه هنا وتقديها، حيت هي دابا العريس كيتسناها. عرفتي خيمتيها والله تسناها. لا لا نطلعوها غزال، نطلعوها غزال. يلا نختار هذه البنيته الزوينه. اييه
عندناش الوقت. الله جلسي هدى. انا غنشوف النتيجه في الاخر. يلا نشوف. يلا امتى الكرونو؟ امتى؟ يلا 3 2 1 توب. هاد لا فودغ ماشي ديالها بعدا. ها إلي بغون، إلي بغون عباد الله، إلي بغون النقش ولا العكر ولا شنو؟ ما كايناش البراسة. ماشي مشكل. ما كاينش البراداتو ديال قوالب. هاكاك فريزه هاد. خاز اجي تبرزي. جلسي هنا جلسي. خليك معنا خليك معنا. تبارك الله يا غزاله. ما حاجه سعد. تبارك الله عليك. شكرا اللي حضرتي معنا هدى. صفيقات على هدى سعد. شكرا. 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 هدى الله يبارك فيك. هدى اليوم حصريا عندنا واحد المفاجاه ليك. وي يعني عمرها ما دارت برامج ديالنا، ولكن اول مره واحد الفان جات من بعيد باش تتفرج فيك وجابت لك ان كادو معاها. صفيقات على دنيا. صافي فليزير. هذه الفان ديالك تسطع عليك. صافي حبيبه ديالي. شفتيها؟ ان باغيغ ديالي. ان باغيغ ديالي. فان على حسب الزواج ان شاء الله. ميرسي ميرسي بكم. شكرا. صفيقات على الدنيا. او ماي جاد. شكرا. شكرا هدى اللي حضرتي معنا. شكرا لك. شكرا. تبارك الله عليك. نتمنى لك النجاح المزيد من العطاء في هذا البرنامج الجميل جدا. وكنشكرك على الدعوه اللي كنت انا اليوم حلقه نتمنى تكون عجبات المشاهدين وكانت خفيفه على القلوب ديالهم. كان يبغي الجمهور المغربي اللي كيبغي. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. وانتظروا مني ديما في اطار تا مغربيت وفي اطار نرفعوا بالقيمه ديال الاغنيه المغربيه ديالنا. هدى سعد معكم ديما في هذه القضيه. السلام عليكم. We'll be right back.